جموع غفيرة تشيع الشاعر الكويتي الكبير حمد العزب، تقبله الله بواسع رحمته، ومطالب بضم الشباب كأعضاء في مجلس الشورى السعودي. أيضا في أهلا لهذا المساء منع أئمة المساجد من جمع التبرعات، وأيضا وعيد لمن يغيب عن الإمامة خلال العشر الأواخر من رمضان، و67% من المستهلكين غير راضين عن يعني أداء وكالات السيارات. إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء. راح الوقت بس اوكي. اهلا وسهلا بكم من جديد، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من نقدي لمتابعتنا في اهلا. الحقيقه ان 67% من المستهلكين غير راضين عن اداء وكالات السيارات. اذا اعلنت وزاره التجاره والصناعه نتائج الاستبيان الثاني لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكه الذي شارك فيه يعني ما يقارب 26640 مشارك، واظهرت نتائج ان 67% من المشاركين غير راضين عن اداء تلك الوكالات بزيادة 6% عن الفترة الماضية. جمعية حماية المستهلك يعني أبت إلا أن تقف في صف المواطنين ووزارة التجارة ضد هذه الوكالات، إذ بادرت بالرفع إلى المنظمة الدولية للمستهلك، وبإضافة حق التشهير والمقاطعة للمؤسسات التي تتلاعب بحقوق المستهلكين. لمناقش هذا الموضوع يسرني أن يكون معي هنا في استديوهاتنا في الرياض المهندس إبراهيم الخليف، وهو عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك مهندس إبراهيم. يعني ليش حماية المستهلك ما تبادر إلا بعد ما يعني تظهر نتائج استبيان وزارة التجارة؟ يعني ليش هو دائما ردة فعل صدى؟ ليش ما يكون هم الأساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكركم جزيل الشكر الحقيقة قناة روتانا على يعني تطرق لهذه المواضيع والمواضيع المهمة والحساسة. ولا يخفى على الجميع أنه كثير من الأمور تحدث في الأسواق للأسف الشديد فيما يخص بعض الغش والتقليد والتزوير و أمور كثيرة الحقيقة. وبناء عليه أنشأت صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء جمعية حماية المستهلك السعودية كي تكون أحد الأذرعة الحقيقة المساعدة في قضية التصدي لهذه الظواهر. فيما يخص موضوع الوكالات أو النسبة التي وصلت يعني أو استقصاء لعملية وزارة التجارة والصناعة في هذا الموضوع، في الواقع نحن أيضا في الجمعية عملنا استبيان بسيط، ويعني النسبة متقاربة قد تكون تفوق نوعا ما يعني في حدود 70 أو 68% أو ما يقاربها في هذا المكان في هذا المجال الحقيقة. هذا الحقيقة يعطينا داعي أو يعطينا يعني مؤشر أنه لابد يكون هناك تكثيف في عملية الرقابة على هذه الوكالات والتأكد أنها فعلا يعني تؤدي الخدمات الجيدة للمستهلكين بشكل عام، وخاصة في مجال قطع الغيار وما يشابه الأمور الخاصة بالسيارات. يعني إيه بس يعني اليوم المشاكل الوكالات قاعد تزيد، والمواطن يعني تايه الحقيقة بين الجهات اللي ممكن تعطيه حق، يعني يدخل في دائرة لا تنتهي. هل بينكم يعني جلسات مشتركة مع وزارة التجارة تحميل مو بس تحميل يعني تعطيه خارطة الطريق ايش يسوي؟ هل فعلا احنا في الفترة الجاية راح يتم التشهير فعلا بوكالات السيارات؟ أما أن ستظل المطالب ونحكي فيها في ذا البرنامج وبس؟ لا في الواقع الحقيقة يعني لا نغفل الحقيقة الدور الأساسي اللي تكون بوزارة التجارة والصناعة ممثلة في وكالة حماية وكالة شؤون المستهلك يعني في هذا المجال الحقيقة. يعني الإخوان يبذلون قصارى جهدهم في هذه القضية، وطبعا هي وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنفذة لهذا العمل، وهي الجهة الرقابية المسؤولة في البلد مثل الجهات الأخرى ما يخص مثلا الأغذية، هيئة الأغذية
والدواء، هيئه الغذاء والدواء، وما يخص البلديات وما يخص الجمارك. يعني كل الحقيقه هي منظومه متكامله من الجهات الرقابيه اللي لابد ان تكون يعني تحمي المستهلك وتحمي الـ يعني الشعب السعودي او من مقيم على هذا الارض فيما يخص الـ يعني سواء الغش والتقليد او حتى موضوع الاسعار او غيره. يعني هناك تكاتف، يعني ما في شك. يعني الجمعية أنا قلت من الأساس هي عبارة أنشئت حتى تكون يعني رفد من روافد، ويعني جهة أهلية تساعد في قضية تتبع قضايا حماية المستهلك والرفع عنه والمطالبة بحقوقه والتقاضي أيضا عن هذا المستهلك فيما يخص الغش والتقليد وغيره والأسعار وارتفاع الأسعار وغيره. طيب فيما يتعلق انتم برفعكم المبادره للمنظمه الدوليه للمستهلك وطالبتم باضافه حق التشهير، نعم، عندما هي توافق على ذلك او تدعمكم في يعني هل سيكون هناك يعني ارسال او اجبار مثلا للوزارات في السعوديه لتطبيق ذلك، ام تظل بس في سياق المناشده والمطالبه؟ يعني لو رفعت ممكن ترفع لوزاره العدل وتقبل وتصير ملزمه انها تنفذ؟ طبعا هي احنا الحقيقه عندنا قوانين وانظمه، يعني نظام مكافحه الغش التجاري هذا معمول فيه يعني من السابق، وايضا في احد البنود اللي يعني يشير الى قضيه التشهير، ولكن يعني نحن في الجمعيه طالبنا المستوى على المستوى الدولي اضافه هذه البندين الاساسيين. هناك 8 بنود الحقيقه للحمايه للمستهلكين في العالم، لكن قضيه التشهير او المقاطعه ما هي موجوده من ضمن البنود الثمانيه اللي مفروضه على المستوى العالمي. نعم. فاحنا طبعا يعني من باب الحرص على هذا الموضوع اقترحنا اقتراح على المنظمه الدوليه لحمايه المستهلك حتى يكون احد، يعني نضيف بدل ما تكون 8 تكون 10، وبالتالي يكون يعني هناك دقة في العمل، وأيضا هناك يعني سيطرة كاملة على هذا الموضوع. والحقيقة يعني كلنا نعرف يعني موضوع التشهير والمقاطعة الحقيقة أعتقد أنه هذا أعلى شيء ممكن أنه يطبق، ولو طبق فعلا ما راح يكون هناك إن شاء الله مشاكل في قضية الغش والتقليد وغيره. نعم. كيف هي علاقتكم الآن مع الوزارة، مع تولي يعني مهندس توفيق الربيعة الوزارة؟ هل بينكم تكامل أكثر؟ هل الوضع أفضل من زمان؟ والله الحقيقة يعني للأمانة معالي الوزير الدكتور توفيق يعني من 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 بداية عمله متحمس لقضية حماية المستهلك، وكان من أولويات يعني الأمور اللي كان يعني مركز عليها هي قضية حماية المستهلك، وبالتالي الجمعية يعني تأمل أنه يكون هناك تعاون وثيق وأعلى من ما هو موجود حاليا بيننا وبين وزارة التجارة في بعض الأمور الإدارية وبعض الأمور المالية. الحقيقة هي الأعاقة عمل الجمعية في بداية عملها، وما زلنا يعني الحقيقة نتطلع إلى أنها انحلت وهي في طريقها للانحلال إن شاء الله. العمل لابد يكون فيه يعني روافد ماليه تساعد على قضيه سواء الجولات التفتيشيه او حتى الاتصال بالمحامين او حتى يعني لا زالت مشاكل التمويل عندكم مشكله؟ نعم. التمويل عندكم مشكله؟ نعم عندنا مشكله في موضوع التمويل. انتم لا زلتم بس تمويلكم 10% من الغرف التجاريه؟ ما للاسف الى الان لم نتسلم هذا المبلغ او هذه النسبه، لانه صارت في قضايا الان بيننا وبين الغرف التجاريه. والحقيقه يعني احنا في طريقه النهايه، يعني الان في طريقه النهايه في طريقه التنفيذ. الحقيقه اشير الى انه نظام الجمعيه اساسا النظام المالي يعني واللي صادر من قرار مجلس الوزراء انه لابد من تحصيل 10% من جذور التصاديق للغرف التجاريه لجمعيه حمايه المستهلك، لكنه لم يتم حله الان للاسف، ولكنه في طريق الانحلال الحقيقي. طيب احنا طبعا بس قبل ننهي معك، فين تصرفون طيب على الجمعيه؟ والله هي فيها اعانه تجي من الدوله الحقيقه سنويه، ونحاول بقدر ما نستطيع، وايضا في هناك بعض المشاريع نعملها الجمعيه يعني بالتعاون مع بعض الجهات وبعض الممولين الحقيقه في هذا الموضوع، واستطعنا احنا يعني على ما قال نمشي بطريقه معينه، ولكن ما زلنا نحتاج الى عمليه الدعم المادي، وهذا ضروري يعني الحقيقه. طيب يعني الجمعيات المختصه في حمايه المستهلك في جميع دول العالم يعني
الحقيقة يعني من أقوى الجمعيات في هذا في النواحي المالية، لكن للأسف الشديد يعني وجهنا في بعض المتاعب فيما يخص الأمور الإدارية والأمور المالية. الوزير الحقيقة يعني يبذل قصار جهده في مساعدة الجمعية، وهناك يعني الحقيقة ولله الحمد يعني تفاعل في هذا الموضوع، وإن شاء الله أن الأمور تمشي يعني. نعم. شكرا لك المهندس إبراهيم الخليف، عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، على حضورك معنا. شكرا جزيلا. فاصل ونعود لكم بعد قليل.